بعد السماح للمصريين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة، ما زال المصريين في أمريكا يواجهون العديد من المشاكل التي تمنعهم من القيام بواجبهم الوطني في المشاركة. جيت النهاردة، أنا عايشة في نيويورك، عايشة برا مصر، وجيت أقدم أنتخب في الانتخابات البرلمانية. وجيت هنا، احنا عند القنصليه في مدينه نيويورك، ومفيش حد جوه، ومفيش يفط يقول لنا نعمل ايه في الموقف ده. وجايبه معايا البالت بتاعي، ومش عارفين ننتخب. احنا دلوقتي في نيويورك، وفي مصريين في امريكا، في كاليفورنيا، في كل ولايه، ودلوقتي طالبين مننا نروح واشنطن دي سي عشان نقدم البالت بتاعتنا. ف اولا ما كناش عايزين اصلا ننتخب، عشان اللي بيحصل في التحرير والناس اللي بيموتوا وبيتدمروا من الشرطه، بس اهو جينا عشان ننتخب، عشان لما الريزلت بتاع الانتخابات تطلع ما يقولوش ان احنا يعني قاعدين ساكتين واحنا عايشين. علشان انتخب بس لقيت القنصلية قافلة، وتعبت جدا عقبال لما في الويب سايت، لانه ما فيش معلومات كفاية، الناس بتوه على الويب سايت. بس متهيالي ان يعني واجب على كل المصريين المقيمين برا ان هم ينتخبوا ويساعدوا بلدهم. بس شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمي حسام الدين طه، انا ساكن في نيويورك. جيت النهارده القنصليه قافله، ما فيش حد موجود، جوابات مرميه على الارض، والانترنت مش عارف اخش على السايت عشان اطلع الابلكيشنز بتاعت الاسامي المنتخبين، مش عارف اعمل ايه. وبكره اخر ميعاد. ساكن في بنسلفانيا يونايتد ستيت، وجاي عشان اصوت في الانتخابات. لقيت القنصليه قافله، انا سايق 3 ساعات ونص عشان اجي هنا، مش عارف اقول ايه. مفيش فايده، التحريك في مصر هو مفيش حاجه اتغيرت، مفيش احترام لصوت الناس. ده اللي انا عايزه. لقيت بس الراجل رقم مقاومه، انا كان معايا من مصر اساسا، لكن ان انا اطلع اسجل نفسي في الانتخابات، كانت الويب سايت كانت مش كويسه. انا مش كمبيوتر ليتريت، انا اي نو وات ام دوينج ان تيرم اوف كمبيوتر، بس كانت المشاكل صعبه جدا، ومحدش قال لنا على المواعيد. انا عرفته بالصدفه ان في تسجيل وهيخلص يوم 19، وهنا في القنصليه ما فيش اي كلام عن تسجيل. ولما اتصل بالتليفون بلاقي التليفون محدش بيرد، مش عارف هم فعلا عايزيننا نصوت في انتخابات كمصريين في الخارج، ولا هو العمليه مساله تهريج. وعند ذهابنا لاستطلاع الامر، وجدنا بالفعل انه توجد العديد من المصاريف المغلقه المعونه الى القنصليه المصريه في نيويورك، ملقاه من تحت الباب الرئيسي للقنصليه بالامر الذي نؤمن به. ووجدنا الباب مغلقا، واستطلعنا اذا كان رقم الجناح الذي توجد به القنصليه صحيح ام لا، ووجدناه انه فعلا الجناح رقم 201 الواقع في الدور الثاني. وهذا ليس اكثر من دليل صغير على تجاهل القنصليه في نيويورك لشؤون الجالية الممتدة في الساحل الشرقي، وتركيزها فقط على مجموعة من المتعاونين معها الذين لا يقومون بتقديم أي شيء للجالية. من أمام بوابة القنصلية المصرية في نيويورك، رسالة خاصة للدكتور الإلكتروني من أحمد فتحي.